بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن عشر. الذئب والخروف الصغير. كان في قديم الزمان خروف عطشان، وكان صغيرا جدا. كان فعل ماض ناقص في قديم متعلق بمعزوف خبر كان، وقديم مضاف الزمان مضاف إليه. خروف اسم كان، عطشان نعت، وعطشان لا ينون لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له الوصف وزيادة الألف والنون. الواو حرف عطف، كان فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. صغيرا خبر كان، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. فذهب إلى نهر صغير ليشرب منه. الفاء حرف عطف، ذهب فعل وفاعل، إلى نهر متعلقان بالفعل ذهب، صغير نعد، لي حرف جد بمعنى كي. يشرب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف الجر، التقدير لأن يشرب. وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن المضمرة، والفعل في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بالفعل ذهب، منه متعلقا بالفعل يشرب. وكان هذا النهر قريبا من غابة على جبل مرتفع. الواو حرف عطف، كان فعل ماض ناقص، هذا اسم كان، النهر نعت، قريبا خبر كان. من غابة متعلقا بقريبا، على جبل متعلقا بنعت محذوف وهو نعت لغابة، مرتفع نعت لجبل. فخرج من الغابة ذئب ونزل حتى جاء إلى الخروف. فحرف عطف، خرج فعل ماض من الغابة متعلقا بالفعل خرج، ذئب فاعل. الواو حرف عطف، نزل فعل وفاعل. حتى حرف عطف للغاية، جاء فعل وفاعل إلى الخروف متعلقا بالفعل جاء. وقال له أنت عكرت علي الماء الذي أشرب منه. وحرف عطف، قال فعل وفاعل له متعلقا بقال، أنت ضمير منفصل مبتدأ، عكرت فعل ماض خبر المبتدأ، والتاء فاعل. علي متعلقا بالفعل عكرت، الماء مفعول به، الذي اسم موصول في محل نصب نعت، أشرب فعل وفاعل، وجملة أشرب صلة الموصول منه متعلقا بالفعل أشرب. فقال الخروف كيف أعكر عليك الماء مع كونك أنت في الجهة العالية التي يأتي منها الماء، وأنا في الجهة المنخفضة التي يأتي إليها الماء. فحرف عطف، قال فعل ماض الخروف فاعل، كيف اسم استفهام في محل نصب حال، أعكر فعل وفاعل، عليك متعلقان بالفعل أعكر، الماء مفعول به، مع ظرف مكان مضاف كون مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل أعكر. كاسم كون أنت توكيد لوزي، في الجهات متعلق بمحذوف خبر كون. العالية نعت التي اسم مفصول في محل جر نعت ثان. يأتي فعل مضارع منها متعلق بالفعل يأتي، الماء فاعل، وجملة يأتي منها الماء صلة الموصول. وحرف عطف، أنا في الجهة المنخفضة التي يأتي إليها الماء معطوف على أنت في الجهة العالية التي يأتي منها الماء، والتقدير وكوني أنا في الجهة المنخفضة تقدم إعرابها. فقال الذئب للخروف أنت الآن تكذبني، وكنت في العام الماضي تشتمني. الفاء حرف عطف، قال فعل ماض الذئب فاعل، للخروف متعلقا بقال، أنت ضمير منفصل مبتدأ، الآن ظرف زمان، تكذب فعل مضارع خبر المبتدأ، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به. وحرف عطف، كنت فعل ماض ناقص، والتاء اسم كنت في العام متعلقا بتشتمني.
الماضي نعت تشتم فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وجملة تشتم في محل نصب خبر كنت والنون للبقاية وياء المتكلم مفعول به وجملة أنت الآن تكذبني في محل النصب مقول القول فقال الخروف أنا ما كنت ولدت في العام الماضي فإن عمري 6 أشهر فقط الفاء حرف عطف قال فعل الخروف فاعل أنا ضمير منفصل مبتدأ ما نافية كنت فعل ماضي ناقص خبر المبتدأ والتاء اسم كنت ولدت خبر كنت وولدت فعل ماضي مبني للمجهول والتاء نائب فاعل في العام متعلقا بولدت الماضي نعت الفاء حرف التعليل إن حرف مشبه بالفعل عمري اسم إن مضاف وياء المتكلم مضاف إليه 6 خبر إن مضاف أشهر مضاف إليه الفاء حرف زائد لتزيين اللفظ قد وهي اسم فعل أمر بمعنى انتهي أو اسم فعل مضارع بمعنى يكفيك فقال الذئب إذن أخوك هو الذي شتمني الفاء حرف عطف قال فعل ماضي الذئب فاعل إذن حرف جواب أخوك مبتدأ مضاف كمضاف إليه هو ضمير فصل الذي اسم موصول خبر المبتدأ شتم فعل وفاعل والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به وجملة شتم صلة الموصول فقال الخروف ليس لي أخ الفاء حرف عطف قال فعل الخروف فاعل ليس فعل ماضي ناقص لي متعلقا بمحذوف خبر ليس أخ اسم ليس فقال الذئب إذن أبوك هو الذي شتمني تقدم إعرابها فقال الخروف أنا يتيم وليس لي أب ولا أم الفاء حرف عطف قال فعل الخروف فاعل أنا ضمير منفصل مبتدأ يتيم خبر وحرف عطف ليس فعل ماضي ناقص لي متعلقا بمحذوف خبر ليس أب اسم ليس وحرف عطف لا زائدة أم معطوف على أب فقال الذئب إذن أحد أقاربك أو أصحابك كان شتمني فلا بد من عقابك الفاء حرف عطف قال فعل ماضي الذئب فاعل إذن حرف جواب أحد مبتدأ مضاف أقارب مضاف إليه وأقارب مضاف كمضاف إليه أو حرف عطف أصحابك معطوف على أقاربك كان فعل ماضي ناقص خبر المبتدأ واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع وهو أعد على المبتدأ شتم فعل وفاعل وجملة شتم في محل نصب خبر كان والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به الفاء حرف عطف لا حرف لنفي الجنس بد اسم لا وخبر لا محذوف تقديره موجود من عقاب متعلقا بمحذوف خبر لا أي موجود وعقاب مضاف كمضاف إليه ثم حمله بأسنانه وذهب به إلى الغابة وأكله ثم حرف عطف حمل فعل وفاعل هو مفعول به بأسنان متعلقا بحمل وأسنان مضاف هي مضاف إليه وحرف عطف ذهب فعل وفاعل به متعلقا بالفعل ذهب إلى الغابة متعلقا بالفعل ذهب وحرف عطف أكل فعل وفاعل هو مفعول به والله أعلم بالصواب.